بعد كده تقرير تاني، أقامت وزارة الشباب والرياضة احتفالية خاصة، ده كان بمناسبة ذكرى افتتاح قناة السويس، كان بمشاركة أوركسترا وزارة الشباب والرياضة. خلينا نتابع. نظمت وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع وزارة الثقافة ملتقى الهناجر الثقافي بدار الأوبرا للاحتفال بذكرى افتتاح قناة السويس، وذلك بمشاركة بعض الشخصيات العامة بالمجال الثقافي الاقتصادي والعسكري. احتفالية بذكرى قناة السويس، احنا عندنا حدثين مهمين جدا في شهر أغسطس. من كل عام في بدايته بنحتفي بتأميم قناة السويس، وعندنا حدث تاني بيتزامن معاه في نفس التوقيت، وهو افتتاح قناة السويس الجديدة الذكرى الثانية هذا العام. والحقيقة الشباب هيغنوا أغاني وطنية رائعة أرخت لهذا الحدث العظيم اللي بيبدأ قبل 56 كمان في قناة السويس الأولى، وبعد كده اللي هي القناة الأم، ثم تأميم قناة السويس سنة 56 في عهد الزعيم جمال عبد الناصر إلى الآن، وكل المراحل اللي مرت بها قناة السويس هنتكلم عنها من الناحية الاقتصادية، من الناحية التاريخية، من الناحية العسكرية، من الناحية الفنية. الهدف من إقامة هذا الملتقى مناقشة بعض القضايا السياسية المثارة في المجتمع، هذا إلى جانب فقرة مميزة لأوركسترا وزارة الشباب والرياضة. أهمية الحدث بيترتب عليها أن احنا نهتم بيه، عشان كده احنا تم إقامة الفرقة كلها في فندق لمدة 4 أو 5 أيام معسكر كامل، عشان نقدر نعمل الريبورتوار بتاع النهاردة اللي هنسمع فيه أغاني لأم كلثوم ولعب حليم والسيد إسماعيل والفايدة، يعني كوكتيل معين من الأغاني. أكيد طبعا، يعني شرف ليا جدا أن أنا أكون مشاركة في الملتقى ده، وحاجة كبيرة قوي أن أنا متواجدة في الأوبرا باسم تحت صرح عظيم زي الأوركسترا وزارة الشباب والرياضة. حاجة شرف ليا، وخصوصا أن أنا كمان إن شاء الله النهاردة سوليست. يا رب إن شاء الله تسمعوني وتتبسطوا إن شاء الله. في روح كبيرة جدا ما بيننا كمطربين وكموسيقيين، وأكيد مبسوطين قوي 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 بذكرى اليوم ده، وإن احنا بنشارك وبنساهم في إن احنا نعرف الناس إن احنا لينا فخر إن احنا عندنا قناة اسمها قناة السويس. تعزف أوركسترا وزارة الشباب والرياضة باقة مميزة من الأغاني الوطنية، وذلك لاهتمام الوزارة بالاحتفال بالأعياد الوطنية. ندى هشام، صباح عون. زي ما احنا شايفين معانا وزارة الشباب والرياضة ليها جهد مشكور جدا ومرصود للشباب، ان هي بتمثل ليهم متنفس لعرض المواهب بتاعتهم. كمان الوزارة ليها مهرجان اسمه مهرجان إبداع، اعتقد للسنة السادسة على التوالي لاكتشاف المواهب الشابة.